السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة نيو تيبس تي في حلقة جديدة والتي سأعرض من خلالها طريقة جد فعالة وناجحة لمشاهدة باقة قلبيين مباشرة على جهاز الكمبيوتر. كل باقة قلبيين بما فيها القنوات الرياضية والترفيهية إضافة للكثير من القنوات العالمية والعربية متاحة دون تقطع. طبعا الدقة ترتبط أساسا بقوة الإنترنت لديك. أولا سأعرض عليكم مشاهد من القنوات مباشرة من الكمبيوتر الخاص، ثم سأشرح في شرح طريقة تطبيقه بنجاح. مشاهدة ممتعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة. طبعا لنجاح هذه العملية يشترط 3 أمور. الأمر الأول والأساسي هو توفرك على الإنترنت طبعا في جهازك. الأمر الثاني وهو تثبيتك المحاكي كومبلاير. كومبلاير هو عبارة عن محاكي يجعل جهاز الكمبيوتر وكأنه تابلت، أي أنه يستقبل التطبيقات الأندرويد. طبعا بعدها مباشرة يمكنك تثبيت برنامج تطبيق أو تطبيق الموبي كورة، وهو عبارة عن تطبيق يعرض قنوات البين سبور على المباشر في الاندرويد. طبعا بعد تثبيتك للمحاكي كومبلاير سيظهر لك التطبيق على شاشة الجهاز، وبهذا يمكنك متابعة جميع المباريات وجميع القنوات الخاصة بالبين سبورت او البين على جهاز الكمبيوتر دون تقطع وبالجودة التي تريدها انت. الشباب الموجودين على ارضيه الملعب، احنا متفقين على ان في 3 4 عناصر هم عناصر خبره، حتى الحارس ميسي انقذ اكتر من كره بشكل مميز جدا، وهو ده الدور اللي بيقوم بيه ارسن فينجر. المباريات اللي انت success on the surface. من خلال الاعلام ولا من خلال الجمهور، احنا نحكم عليه، او عفوا هو يحكم على المدرب. ليه؟ لانه يوميا مع المدرب، قد يكون يا ابو ساري داخل النادي يمكن احداث بين المدرب واللاعبين تصل الى حد كسر العظم. جميل. هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه. لا تنسى الاشتراك في القناه. طبعا البرنامج تطبيق الكو بلاير والموبي كوره متوفرين عبر موقعهم الرسمي. وهنا أيضا في أسفل الفيديو تجدون رابط مباشر لتحميلهما. شكرا على كرم المتابعة، لا تنسى الاشتراك بالقناة وترك انطباعك حول كيفية عرض الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسن فينجر واللاعبين الاحتياطيين ايضا كلها مش مجموعه من الشبان في الفريق، يعني حتى ان الحلول هي الحلول ياتي بها لاعبون شبان من صح. انت بتلعب 4 بطولات يعني الفرق الانجليزيه تحديدا بتلعب 4 بطولات. هو اكثر فريق شارك بلاعبين في البطوله الاوروبيه، شارك ب 22 لاعب.